وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى والحبيب المرتضى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الرسل والأنبياء. مخالفة للهوى، فإن الهوى يضل عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وصف الله سبحانه وتعالى الهوى بالألوهية، أي أن الذي يتبع هواه كأنه عبد هذا الهوى واتخذه إلها معبودا. وتقوى الله إخواني في السر والعلن لا بد على كل منا أن يراعيها، فهي زاد عظيم لذلك السفر الطويل. ومن هنا يدعى إلى أن يقف وقفات تدبرية مع آيات كتاب رب البرية القرآن الكريم، إذ أن الله دعانا للتدبر فيه. إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله لو انكببنا على القرآن الكريم قراءة وتفحصا وتدبرا وفهما لما فيه من المعاني، والله لاكتشفنا أسرارا لا تحصى ولا تعد. فيا إخوة الإيمان، من هذه الآيات التي أريد أن أمر بها معكم قول الله تعالى في آيتين من سورتين عظيمتين، كيف لا، وهما الزهروان. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ الزهروان، البقرة وآل عمران. الآية الأولى في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم جاء بوصف أولئك الذين هم أولو الألباب والعقول بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم ماذا؟ ويتفكرون في ماذا؟ في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد. آيات، والله آيات عظيمة. ألم يقل ربنا في إحدى سور القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الكريمة، أنا لا أريد أن تبقى خطبنا ومحاضراتنا وجلساتنا روتينية، أن يأتي الإنسان فيستمع خطبة ثم ينصرف إلى شغله وهو ذلك به المطالب، لكن لعلنا نقتبس
شيئا من العلم والفهم حتى تدلنا على عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى. آيات في سورة البقرة أولا وجهنا سبحانه وتعالى إلى توحيده وإفراده بالربوبية في خلقه وملكه وتدبيره، وفي الألوهية بعبادته وعدم صرفها لغيره وعدم أن نجعل له ندا، ووجهنا إلى عظمته وقدرته في أسمائه وصفاته. وإلهكم أي معبود إله واحد ليس هناك آلهة، وبين لنا في سورة الإسراء قل لو كان فيها آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى العرش سبيلا. فيا أخي الحبيب، يوجهك ربك جل وعلا في هذه العبادة أن لا تصرفها إلا له، لأنه الواحد الذي يستحقها وهو أهل لها. ثم يبين لك إن في خلق السماوات والأرض، السماوات كلنا نرى السماء أليس كذلك؟ كلنا ننظر إلى ما زين الله به السماء من كواكب وأبراج، هذا لا يخفى علينا، ولكن نراها دون أن نعرفها. أتدري يا أخي أن ما بين السماء والأرض كما جاء في مسند الإمام أحمد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها مسافة 500 عام، وأن ما بين كل سماء وسماء 500 عام، وأن سمك كل سماء 500 عام، وأن فوق السماء السابع بحر عمقه 500 عام، وأن فوق البحر أوعال أي ثمانية، الله أعلم، ثمانية ملائكة أم ثمانية صفوف من الملائكة على اختلاف بين أهل التفسير، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أن ما بين أقدامهم وركبهم مسيرة 500 عام، وأنهم يحملون العرش ما بين شرقه وغربه مسيرة 50,000 عام، وأن فوق العرش استوى ربنا استواء يليق بذاته لا يعلمه إلا هو نمره كما جاء. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فانظر أخي إلى هذا الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام ويرعى ويكلأ مخلوقاته من إنس وجن وملك وطير وحيوان وحشرات ونباتات، أن هذا الكون كما جاء عن صلى الله عليه وسلم للسماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن وما فوقهن والعرش ومن يحمله. اسمع معي، ما هي في إحدى يدي ربي إلا كخردلة في يد أحدكم. كل الكون اللي تشوفوه هذا ما لا ترون، كل ما سوى الله في إحدى يدي ربي يعادل خردلة في يد أحدنا. انظر إلى يدك وضع فيها زريعة بتاع اللفت، زريعة بتاع المطار اللفت كعبة حبة، حطها في يدك وانظر الفراغ، المساحة الفارغة التي ستبقى. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، الكون وما فيه كامل، أي ما هو الكون ما سوى الله في إحدى يديه كخردلة في يد أحدنا. أي عظمة، وما لنا لا نتدبر. فهذا الخالق الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش جعل من أكرم المخلوقات ابن آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها الإخوة، الآيات عظيمة
وتحتاج إلى وقت لتفصيلها. فقد أردت أن ألفت انتباهنا إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى عبر مخلوقاته. فإذا عرفنا هذا فسيصدق علينا قوله تعالى في الآيات الأخرى بعد أن ترى الفلك في البحر كالأعلام، وبعد أن ترى الماء يهطل من السماء وهو كان في الأرض وصعد بخارا وينزل من هذا الماء ملح أجاج وعذب فرات، وينزل من هذا الماء حجارة وثلج، وينزل من هذا الماء ما هو غيث وما هو عذاب، وتنظر إلى هذه الرياح التي تسوق السحب سوقا وكلها بأمره، وتنظر إلى هذا الرعد الذي قال فيه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشب السحاب الثقالا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فإذا تدبرنا هذا ووقفنا وقفات مع آيات ربنا لعلنا نعرف ربنا، لعلنا نعرف عظمة ربنا، ونكون من الذين قال الله فيهم لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم ماذا؟ سيعترفون بهذه العظمة، سيرونها رأي العين، فليس لهم إلا الاعتراف بها بقوله تعالى على ألسنتهم سبحانك سبحانك ما خلقت هذا باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذا رأيت العظمة ستخشاه، تتولد خشية الله في قلبك. ومن هنا يأتي بيت القصيد الذي هو أمنية كل واحد عاقل كيس فطن، سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. عذاب النار يا إخوان ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات عظيمة، فلا بد أن نقي أنفسنا من النار. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول للأمة أنا آخذ بحجزكم لأبعدكم عن النار وأنتم تفلتون مني لتسقطوا في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن ذاهبها ومن عذابها. أقول ما سمعتم من صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وكيف يكون خطأ وهو كلام الواحد الديان. استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لربنا على توفيقه وامتنانه. أي منة أعظم من منة الهداية ونعمة الدين يا عباد الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بالله عليك، هل وقفت وقفة وقلت كيف أنا مسلم؟ كيف أنا آتي المسجد؟ كيف أصلي؟ لولا هدايته والله لما هدينا. ولهذا كان ابن رواحة في ساحات الجهاد يقول والله لولا الله لما اهتدينا، ولولاه لا صمنا ولا صلينا. فمنة الله علينا عظيمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. شيخ غسار et au fond bien aimé en Allah et en Islam. La piété à titre de rappel, la vigilance. La vigilance parce que le départ peut être à tout moment. Et il est à tout moment. Et nul ne peut savoir le moment. La ilaha. Que Allah donne à chacun d'entre nous et à tous les musulmans et les musulmanes une bonne fin. Une bonne fin. Que Allah accorde à chaque musulman et musulmane sur sa terre une bonne fin. C'est pour cela que la piété. La piété, c'est la provision la plus importante pour un voyage où tu es et je suis et nous sommes solitaires, tout seuls. La protection, c'est ta vigilance. La protection,
C'est en réfléchir. Ta protection, c'est en observation de l'immensité de ce Créateur. Et le récit était à propos de ces quelques versets à laquelle Allah a attiré mon attention afin de vous le rappeler. Afin que Allah subhanahu wa ta'ala illumine et éclaircit notre chemin et nous guide envers sa satisfaction. Sa satisfaction. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux sourates qu'elles sont nommées les deux roses, Zahra wa Zahra, Zahrawan. Elles ont été nommées les deux roses par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est la sourate d'Al-Baqarah et la sourate d'Imran. Et l'attention a été attirée à travers ces deux versets. Qu'elles se ressemblent. La première dans laquelle Allah a dit: votre Seigneur est Allah. Votre Seigneur est Allah. Nulle divinité en dehors de lui. Adorez-le donc et soyez dans son sentier. Et il attire notre attention sur son immensité, sur sa grandeur, sur sa puissance. Et il dit: certes, dans la création des cieux et de la terre, et la différence ou la succession entre le jour et la nuit, et les bateaux qui flottent au sein de la mer, et la flotte que Allah fait descendre du ciel, et le vent qui transporte et qui se balade dans cette atmosphère, ce sont des signes incontournables de la part d'Allah. Et dans l'autre verset, il dit presque la même chose. Dans la création des cieux et de la terre, et la succession de jours et de nuits, ce sont de grands signes à ceux qui ont une bonne raisonnement. Ceux qui invoquent Allah, jour et nuit, matin et soir, et il observe la création, il voit l'immensité des cieux et de la terre, et comment elles étaient créées. D'une manière, ils disent: gloire à toi, notre Seigneur. Tu n'as pas créé tout ça pour jouer et ou inutile. Protège-nous du châtiment de l'enfer. Les cieux, qui d'entre nous, chers frères et sœurs, ne connaît pas le ciel et n'a pas vu? Qui ne connaît pas la terre de laquelle tu es créé et sur laquelle tu marches et de laquelle tu manges et tu te nourris? On voit ça. Voilà qui est-ce qu'on remarque de temps en temps un temps d'observation? Eh bien, hélas, non, c'est devenu routine, habituelle. On voit le ciel et la lune, et les étoiles, et le soleil, comment embellir le ciel la nuit? On voit toutes ces planètes, qu'elles sont très loin. Tu la vois en taille d'un centimètre, voire 15 millimètres carrés. Et qu'elle fait 40 millions de fois la taille de la Terre sur laquelle tu vis. C'est ce qui a été confirmé par les scientifiques. Quelle immensité! Quelle grandeur! Notre prophète, alayhi sallam, attire notre attention, chers frères, afin que nous puissions voir et comprendre la puissance et l'immensité de notre Créateur, afin de s'appliquer à ses recommandations et d'emprunter son sentier et son chemin, et de lui être reconnaissant afin de gagner le dernier demeure confortable. Et dit notre prophète: savez-vous la distance de trajet entre le ciel et la terre? Ils ont dit: Allah seul et son prophète qui sait. Il a dit: le trajet entre le ciel et la terre est de 500 années. 500 années à quelle vitesse? Marche à pied? À cheval? En vélo? En moto? En voiture? En avion? En missile? En satellite? En lumière? Allah. Voilà qui. Quand on entend parler que la lumière du soleil, de son lever, de sa levée, il touche la terre dans 8 minutes, ça attire notre attention sur la distance, plus ou moins.
Et qu'est-ce qui se dit d'or? Et entre chaque ciel et l'autre, une trajet de 500 années. Et l'épaisseur de chaque ciel est de 500 années. Et au-dessus du septième ciel, la mer, une flotte, une mer, sa profondeur est de 500 années. Et au-dessus de la mer, il y a 8, le chiffre 8 qui a été tiré dans le sourate Al-Haqq. 8 anges ou 8 rangées d'anges, Allahu A'lam, qui transportent le trône d'Allah. Du bas de leurs pieds jusqu'à leurs genoux, une trajet de 500 années. C'est ce qu'il a dit le prophète, alayhi sallam. Et quoi d'autre? Il transporte le trône du miséricordieux de l'est à l'ouest et de 50 000 années. Et il est sur ses créatures comme une coupole, au-dessus duquel notre Seigneur s'est instauré. Pas s'installer, non, s'instaurer, voire se situer même. Se situer. Parce que c'est une situation qui est indéfinissable, indéterminable. Tu ne peux pas l'imaginer. Donc, c'est situé, et pas s'installer. C'est situé notre Seigneur. Et il gère tout cet univers. Eh bien, sachez que lui-même, il nous dit, sachez que la création des cieux et de la terre est bien plus importante que la création de l'homme. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas cette vérité. L'homme, il croit que c'est lui, et lui, et que lui. Mais en vérité, il n'est qu'une partie. Mais Allah lui a accordé cette importance et cette valeur. À partir de là, quand il voit cette immensité, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'est-ce qu'il dit de cet univers par rapport à son créateur? Il dit, sachez que l'univers tout entier, les sept cieux et les anges qui transportent le trône, voir le trône, enfin, tout ce qui est en dehors d'Allah, tout ce qui est en dehors d'Allah, ne représente dans l'une de deux mains d'Allah. Qu'est-ce qu'elle représente? Une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre vous. Alors, ensemble, wa sallim wa ala ni'am al-Abdillah, wa rahmatul Mustah, nabiyyana Muhammad ibn Abdillah, kama amara rabbuna fi muhib al-tanzil li qawlih, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد نور شمس الإرفاع ومهبط أسرار القرآن. وارض اللهم عن الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين زوجات نبيك صادق الأمين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة وعن جميع الذين بايعوا النبي تحت الشجرة وعن معهم بمنك وجودك وإكرامك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز المسلمين بالإسلام يا رب العالمين. اللهم علي بفضلك كلمة الحق والدين وتب يا إلهنا على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين على المدينين. اللهم أصلح أمور المسلمين. اللهم وحد صفنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم فك أسرنا. اللهم اجبر كسرنا. اللهم أحسن خلاصنا وألف على الإيمان قلوبنا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف كل مريض من أمة محمد. اللهم اشف مرضانا. أحد إخواننا شاب اسمه خليفة اللهم نفس كربه. اللهم اجبر كسره. اللهم يا ارحم الراحمين اجبر بخاطره. اعطه ولا تحرمه واكرمه ولا تهنه وزده ولا تنقصه واصلح شانه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واهدنا لما يرضيك عنا يا مولانا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا من الانس والجن الا هديته
ولا معسر إلا يسرته. اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولأمة محمد يا رب العالمين. لا تجعل من المسلمين والمسلمات شقيا ولا محروم ولا معذب بالنار. أحد إخواننا كذلك تصدق صدقة، نسأل الله أن يجعله بميزان حسناته. اللهم اقض حوائجه واعطه ولا تحرمه واكرمه ولا تهنه. اللهم ما كان ضيقا أمامه فوسعه، أعطه من الحلال ولا تحرمه، اصلح له ذريته وزوجته وبارك له في نسله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن عدمنا وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واسألوا الله من فضل نعيم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.